السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا احمد جاويش ودي قناه برومو. اهلا بيكم في فيديو جديد، والنهارده معانا مراجعه فيلم دو ريفينج. وقبل ما نبدا في اي كلام بقى، انزل يا معلم اخبط اللايك المدين بتاعك كده، ولو انت مش مشترك بقى هتلاقي في مربع كده مكتوب في السبسكرايب، فايه اضغط عليه بقى وفعل زرار الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نبدا. قصه الفيلم عن بنت بتسرب لها فيديو فاضح بواسطه صديقها، وده بيحولها من ملكه المدرسه الى المنبوذه، فبتحاول الانتقام من صديقها السابق بمساعده احد الفتيات الجدد في المدرسه. قصة الفيلم مش جديدة علينا واتعملت قبل كده كتير قوي، فهل فيلم النهاردة ده قدر يقدم لنا شيء جديد في القصة دي ولا لا؟ والفيلم من بطولة كاميلا مينديس، مايا هاوك، وكتابة واخراج جينيفر روبنسون، اللي اخر اعمالها كان الاشتراك مع المخرج تايكا واتيتي في كتابة فيلم ثور لاف اند ساند. ونروح لجزئية القصة والسيناريو. الفيلم هنا بيقدم بعض الافكار والمشاكل، زي مثلا التنمر، زي ازاي الكلمة بتجرح، زي ازاي انت ممكن تقول الكلمة على سبيل الهزار او على سبيل ان انت عايز تبان روش قدام اصحابك، فبتعاير حد بحاجة، بتقول له كلمة، الكلمة دي بتبقى جارحة جدا ليه وبتسبب له اذى وبتسبب له مشاكل، وانت ما بتبقاش عامل حساب كل ده، ما بتبقاش عامل حساب اذيت الشخص اللي قدامك وانت بتعمل الموقف بتاعك ده، انت بتعمله مجرد الكوميديا ولكن بيسبب اذى نفسي كبير للشخص التاني. وزي كمان ان بعض الاصدقاء اللي بيبقوا موجودين هم مش اصدقاء حقيقيين، هم اصدقاء بس وقت المصلحة، وقت الشدة ما بتيجي هم مبيبقوش موجودين، وقت ما انت بتقع في مشكلة او منظرك بيبقى وحش نوعا ما قدام الناس، بتتعرض لاي حاجة تسيء ليك، هم مش موجودين خلاص، ما بيحاولوش يدافعوا عنك ولا بيحاولوا حتى يقفوا جنبك ويواسوك، هم خلاص بينسوك ويعملوا لك ديليت من حياتهم. وده كمان ان الانتقام مش دايما بيبقى هو الحل، الانتقام مش هو الطريقة الصح ان انت تاخد حقك، لان ممكن في رحلتك للانتقام دي انت تلاقي نفسك بقيت الشخص الشرير في الاخر. الفيلم بقى بيقدم الافكار دي في رتم حلو وسريع، وفي اجواء مرحة كده شوية. احنا بقى بنتعامل في مدرسة ثانوية امريكية خاصة يعني الطبقة الغنية، فبنشوف بقى اجواء مرحة واجواء غنى، ونشوف مشاكل اللي هو عجيبة، يعني انتوا اغنياء عليكم حاجات، فبنعيش بقى في هذه الطبقة الغنية اللي عندهم مشاكل غريبة عجيبة. مثلا يعني ممكن تلاقي واحدة بتعاير التانية عشان عندها 100,000 فولو على الانستجرام، والتانية عندها 50 بس، فايه مشاكل بقى والضغينة تبقى بينهم بسبب الحوارات دي. وكمان في تويست موجود في القصة، عمل يعني تنويع نوعا ما وتجديد في القصة دي عن أي حاجة شفناها قبل كده، في تويست اللي هو يعني هيزيد إعجابك شوية بالقصة. نيجي بقى للسلبيات في جزئية القصة والسيناريو. أول حاجة طبعا هي الأجندات اللي بقت خلاص موجودة في كل حاجة، بقت أمر واقع مفروض علينا، والأجندات هنا متغلغلة يعني في القصة بجزئية كبيرة جدا. أنا اتكلمت عن الأفكار والأفكار حلوة، لكن أنت لما بتيجي مثلا تنفذ بقى الفكرة دي فالأجندة متغلغلة في الفكرة دي، يعني مثلا حد تنمر على حد عشان ليه ميول مختلفة، فبالتالي انا ما عنديش اي تعاطف مع الشخصيه اللي تم التنمر عليها، بسبب ان خلاص انا في بيني وبين الحاجه دي مانع، ومش هينفع ان احنا نبقى على وفاق في يوم من الايام. فبالتالي الاجندات هنا المتغلغله برضو بوظت جزء كبير جدا من القصه عليا، ولو ما كانتش موجوده اعتقد ان انا كان اعجابي بالفيلم ده هيبقى قوي جدا. بجانب بقى كمان حاجه من الحاجات اللي بقت بتضايقني في الفتره الاخيره دي، هو ان احنا بنجيب ابطال كبار في السن في اواخر العشرينات ونعملهم لك ان هم مراهقين في مدرسه ثانويه، المفروض يبقى عندهم 16 و17 سنه وهم اصلا في اواخر العشرينات. ف يعني كامل الابطال بتوع الفيلم طاقم العمل كله اللي هم ايه من 25 وانت طالع، فازاي بقى انا اقتنع بان دول ما زالوا اللي هم مراهقين وفي المدرسه؟ حاجه برضو اللي هي مش عقلانيه. ونروح للاخراج. الاخراج هنا قدر يدينا تجربه تصوير مرحه نوعا ما، تحس بقى ان يعني ناس اغنياء بقى، وبنشوف عربيات وبنشوف فيلل وبنشوف حاجات من اللي احنا ما بنشوفهاش في العادي دي، فيعني ايه ادانا شويه حاجات مرحه من حيث الناحيه التصويريه في الفيلم. ولكن المزيكا كانت مزعجه في معظم المشاهد، في مشاهد كانت المزيكا فيها مزعجه جدا جدا جدا، وحتى كانت بتغطي على اداء الممثلين وهم يعني بيعملوا مشاهد تمثيليه كويسه، فبيعمل لك مزيكا بتغطي على الاداء ده، بالتالي انت ما بتقدرش تستفيد منه. وده غير طبعا ان الفيلم مش مناسب للمشاهده العائليه مما يحمله من افكار ومشاهد. ونروح للاداء التمثيلي. كاميلا مينز عملت دور كويس ودور حلو، ولكن هي عندها 28 سنه، فازاي ان انت جايب لي واحده عندها 28 سنه المفروض ان هي طالبه في مدرسه ثانوي؟ موضوع برضو يعني في فجوه زمنيه كده، انت مطالبه هي انها ترجع 10 سنين لورا مثلا، اكيد هي لا كانت بنفس الشكل ده ولا اي حاجه، فيعني الموضوع مبقاش عقلاني يا جماعه وخلاص بقى رخم، حاولوا تطوروا الموضوع ده شويه. وكمان مايا هاوك برضو اللي عندها 24 سنة، اصغر شوية من كاميلا مينس، ولكن برضو كبير عنها، تعمل دور طالبة في الثانوي، بجانب ان الدور بتاعها في الفيلم ده هو في سترينجر ثينجز، هي خارجة من المسلسل بتوع نتفليكس شافوها فقالوا انت هتعملي
هتعملي عقد معانا بنفس الشخصيه دي، طالعه نفس الشخصيه بنفس الميول بنفس الستايل بنفس كل حاجه، تقريبا الشخصيه مكرره وما فيهاش اي جديد. فيلم دو ريفنج فيلم من الافلام اللي ما كنتش منتظر منها حاجه ولكن استمتعت بتجربه المشاهده. الحاجه بس الوحيده اللي عيب عليها هو الاستخدام المفرط للاجندات كباقي الحاجات اليومين دولت يعني. وبس كده اعزائي المشاهدين، نكون خلص فيديو النهارده. يا ريت لو عجبكم تدعموني بلايك وشير لي، واللي حابب يشوفني في فيديوهات تانية اتاكد ان هو مشترك في القناه ومفعل زرار الجرس عشان كل ما انزل حاجه جديده توصل له، واشوفكم تاني في فيديوهات جايه كتير ان شاء الله. سلام عليكم.